مالوكس، موتيليوم، برامبرا، إوماكس، بيافين، هذه الأدوية وغيرها، والتي كثيرا ما يستهلكها المواطنون صغارا وكبارا بكل طمأنينة، تحتوي على مادة البارابن. وهذه المادة التي تدخل في تركيبة نحو 400 دواء في العالم تشكل خطر الإصابة بأمراض سرطانية بحسب دراسة أجرتها الهيئة العليا للدواء في فرنسا. وفي فرنسا يعمل حاليا على التوصل إلى اقتراح قانون يمنع التداول بهذه الأدوية. ولكن ماذا عن لبنان؟ وهل تبيع الصيدليات هذه الأدوية بشكل طبيعي؟ إيه، كل شيء طبيعي بعد، وطول ما أنه ما أجينا تحذير من وزارة الصحة أما من النقابة. في أشياء دراسات صغيرة بس ما في شيء بروفن بعد، مشان هيك ما فينا نعمل جنراليزاسيون أنه خلص. في كتير أشياء غيرة عم تعمل كانسير ومبين بعدنا بعدها بالتداول. في كتير شراك زيت البرودويات فيهم بارابان، وفي منهم لزيت الشركة عم يبعثوا برودوي ما فيهم بارابان، وعم ينكتب بطريقة ملفتة على الأمبالاج من برة العالم الانترسي أنه يقروا ويشوفوا أنه ما فيها بارابان. والبقى هيدا مؤشر على أنه قد تكون البارابان هيدا المكون معقول يعمل مشكلة، لهيك عم بحطوه. ايه مظبوط، يمكن. إلى جانب عدد من الأدوية التي تحتوي على مادة البارابان والتي من الممكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة، فماذا تقول وزارة الصحة عن هذا الموضوع؟ هذا الموضوع هو مجال متابعة من قبل الوزارة. ب 29 أيار 2011 صار في مؤتمر طبي بفرنسا لنقاش هذا الموضوع تحديدا. تبين أنه في إشارات حول تسبيب هذا المكون لأمراض سرطانية لم يثبت علميا بعد. صار في تحفظ من الأفسابس بفرنسا اللي هي الهيئة العليا للدواء على هذا الموضوع، ما وصل لحد اتخاذ قرار بمنعه. بتواصل مع المنظمة عم نحاول نشتغل على بيان تحذيري يشبه التحفظ لموضوع ولا يصل إلى حدود المنع حاليا. متوقع أنه يكون هذا الأمر على جدول الأعمال بنوفمبر، يعني بتشرين الثاني، في حال شو ما كانت نتيجة هذا القرار اللي رح يتخذ لبنان سيلتزم به. أول شيء سيلتزم، ونحن ما حنترك الأمور من هلأ لتشرين. نحن معنيين بمتابعة هذا الموضوع. اليوم كان في ريشيرش على هذا الموضوع مع المعنيين بفرنسا. وشو طلع بالريشيرش؟ بعدنا بنفس المسار لحتى نشوف شو اللي ممكن يصير. إذن وبحسب الوزير خليل فإن متابعة الملف تتم وستستكمل، ونحن بانتظار ليس فقط بيان التحفظ الذي وعد به الوزير، بل أيضا تحرك السريع مع الدول المعنية للتوصل إلى إجراء جذري يقطع حتى خيط الشك في المسألة.